السلام عليكم مدرب السياقه بالغازي شعيب. دار لك الله تاوي الخير، ودار لك الله تاوي الخير. مالو وقلت لك دار لكم الله تاوي الخير؟ واش شتو تا وما فهمتش انا واش بغى ينطحر؟ ما فهمتش انا راه هو جاب الله حنق. واش شفتي انت واش مر واش كنتي مرفوع؟ نعم اخويا راه ضربت الكلاكسون تاعي العين بعيد وهرب على هذيك راه ماشي هذيك راه هضرت عليها هذيك راه ضربت الكلاكسون انا تاعي والله الا دار لك الله تاوي الخير ما بغيتش نرجع لليمين دار لك الله تاوي الخير اخويا عرفتي انا قرا فاش شفت انا هكاك قلت واش هذا واش بغى ينطحر ولا بغى يضحك معاود راه كنتي غادي وتدوز قدامه وورد البال الحمد لله الحمد لله خرجت بخير انا كملت على الطريق ما بغيتش نرجع انا شفت البال اخويا حتى ولا انا داير شي حاجه واه الحمد لله الحمد لله خرجت بخير قلبي تيتلعب والله صافي راك ضربتك انا وهربت لي تعيط وشدي الفان تاعي في نص من الحمد لله داك الشيء كملت انا ما كل شي واحد راه ضربو ضربو صاحبي كون رجعتي انا راه عسكري وعارف شنو كندير راه ماشي قف وقفي ديري بامور وتسناي الحمد لله راه خرجات خير الله يعاونك اخويا سير الله يعاونك حتى شنو راك تصدمت انا علاش كملت على كل شيء واحد راه كملت القصه راه مزيان وراه واش انا لقصي ولكن بيني وبينك الخطا ديالنا راك تحتي مزيان ماشي شنو راه حرفت قالت بك خلاص اسمع لي انت اخويا الله يرضي عليك الله شوف الحمد لله راه راضيين عليك والديك ولا درتيش وين نصيك اخويا البيكالا شد لي من وما تلحقش وتخرج راه جاي راه جاي انا شفت الصوت وهو راه ما عاد كيفاش راه كاينين معاه صحابه ما عندوش فين يفراني واش عرفتي راه شوف راه بشويه راه بشويه باش قلت اخويا الحمد لله راه الله يسر شوف سير صلي واحد الجزر كامل طلب الله يحفظك على سلامتك اخويا الله يعاونك الله يعاون اخويا الله يبارك فيك تبارك الله عليك سمعتوا غير بشويه كان غادي يوقع حادث قاتل ولكن الحمد لله الرعايه ديال الله سبحانه وتعالى واللطف ديالو دازت القضيه مزيان والسبب هو هذا كما تتشوفوا هذا الغلاق ديال الواد الحار صراحه واحد الصديق ديالي كان وقع لي مشكل ما شافوش طاح تهرس مسكين من الركبه ديالو وفي هذه البلاصه دي كامله هاد اللي غادي نقول لكم هاد القراصنه اللي تيحشموا شي يخونوا هاد الغلاق هادو راه ممكن يسبوا شي حادث يكون خطر لا سمح الله يقدر يمشي فيها الانسان يقدر يموت اذا راه الحقيقه راه هادو خصهم يتشدوا ويديروا لهم هاد الحديد فوق الكتاف ديالهم اعمال الشاقه ويدخلوهم للسجن النصيحه اللي غادي ننصحكم وهي الا دخلتوا لشي منطقه غريبه اما تكون غادي القدام ولا داير ردوا البال ما تشدوش اقصى اليمين بالخصوص في الطريق الخاليه اللي تتكون في المحيط ديال المدينه ولا في التجزئه ديال دوك لي لوتيسمون لان غالبا غتكون هذاك الغطاء مسروق وإلا كنتي شديتي اقصى اليمين داير بسرعه ولا غادي نيشان بسرعه راه تخيلوا الى شوفوا هذاك العمق اللي في هذوك الحفار او داش غادي نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اردوا البال بزاف راه انا شفت هاد المصيبه اللي كانت غادي توقع رانا بقيت مصدوم راك سمعتوا اش وقع السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته